لا تصدق على بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية. الموريتانية تستطلع آراء المواطنين حول برنامج الحكومة وترصد اهتمامات المواطن في الداخل. وفي ملف النشرة تتابعون: جيتي ماغا تتعافى من آثار السيول. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الموريتانية، والتي نبدأها ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني، حيث وجه سيادته برقية تهنئة للسيد إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية لنظره الطاجكي حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني برقية تهنئة للسيد كيم جونغ أون رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفال جمهورية كوريا بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية للرئيس الكوري حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. صدقت الجمعية الوطنية على بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول السيد إسماعيل والبدة والشيخ سيدية الخميس الماضي أمام الجمعية. وقدم رئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ والباية في ختام الجلسة العلنية المخصصة لذلك نتائج تصويت السادة النواب على برنامج عمل الحكومة. مزيد من التفاصيل حول وقائع هذه الجلسة في التقرير التالي. أجازت الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه أمام النواب الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية، وذلك بأغلبية مطلقة، حيث بلغ عدد المصوتين بنعم 128 نائبا مقابل 19 فقط صوتوا بلا. عدد المسجلين 157، عدد المصوتين 149، عدد الأصوات اللاغية 0، عدد الأصوات المعبر عنها 149، نعم 128. لا 19، برافو. الامتناع عن التصويت 2. ولذلك تكون الحكومة قد نالت التزكية ورفعت الجلسة. بعد جلسة الخميس التي خصت لتقديم برنامج الحكومة، حضر الوزير الأول في جلسة علنية أخرى مداولات السادة النواب التي طالت بالتشخيص والتمحيص والنقاش والتحليل المحاور الرئيسية التي تضمنها بيان الحكومة. وقد أكد الوزير الأول أن هذا البيان جاء تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي نال ثقة الشعب الموريتاني في استحقاقات يونيو 2019. وخلال نقاشات مستفيضة ومتنوعة بين النواب في قطبي الأغلبية والمعارضة وبين الوزير الأول، خضع بيان الحكومة لجملة من التساؤلات ولشيء من النقد والملاحظات، حيث اختلف السادة النواب في أساليب المعالجة والتقييم، واتفق معظمهم على أهمية التدخلات المرتقبة في المجالات التنموية والاجتماعية التي تلامس بشكل مباشر حياة المواطنين كالصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والنقل والطرق والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها كثير من الملفات التي جعلت من برامج الحكومة مقاربة واقعية لتطوير القطاعات التي ما تزال حسب ما ورد في مداخلات البعض تعاني من النواقص المادية والمعنوية ومن المشاكل التي تحتاج في نظر البعض الآخر من السادة النواب إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحل رغم ما تحقق فيها من تطورات هامة حسب ما وصفه بعضهم. جلسة النقاش والمصادقة على بيان الحكومة التي طالت لساعات من النهار وجزء من الليل
تطرق خلالها السادة النواب لزيادة المتوقعة في ميزانية التعليم ولزيادة تعداد المعلمين والأساتذة، وأشاد النواب بأهمية تلك الخطوات وبما سيرافقها من تكوين وتأطير كانت طواقم التدريس في أمس الحاجة إليها. وبشيء من الصراحة في الطرح والكشف عن الحقائق، أهاب السادة النواب بما تضمنه البيان من اهتمام بالبنى التحتية في قطاع الصحة من خلال ما ورد نصا حول تشييد 4 مستشفيات وعشرات المراكز الصحية وتوزيعها حسب الحاجة في مناطق البلاد. كما أشاد النواب بالبرامج المستحدثة لتنمية المناطق الأكثر هشاشة وتزويدها بالمنشآت الضرورية تعليما وصحة وزراعة وتنمية وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والدواء وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالجاليات في الخارج. السادة النواب طالبوا باتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين قطاعي التعليم والصحة والاهتمام بالتشغيل والشباب وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص بغية احتواء أكبر عدد من الموارد البشرية المعطلة بفعل البطالة، إضافة إلى تحسين النصوص القانونية وعصرنتها والعدالة في العقود والصفقات. كما أشاروا إلى ضرورة القيام بدراسة تشخيصية عاجلة حول ظاهرة فشل التجارب الكثيرة والمكلفة لإعطاء عاصمتنا الوجه المناسب لها من حيث النظافة. وخلال رده على مختلف الملاحظات المقدمة، شكر الوزير الأول السيد إسماعيل البدوي للشيخ سيدية السادة النواب على المداخلات والملاحظات الثمينة التي قدموها وعلى إشادتهم بهذا البرنامج، وقال بالحرف الواحد: إننا في مرحلة تاريخية من حياة موريتانيا تمثلت في تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، وهو الحدث الذي يجب أن يليه تنفيذ الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي على أساسه تم انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. اسمحوا لي بأن نشكركم سيدات والسادة النواب ترامون على المداخلات اللي قمت بها وعلى اقتراحات الثمينة اللي قدمته ولما اللي لكن اللي شدتوا به من تنويه بهذا البرنامج اللي قدمنا أمامكم، إذن فلكم جزيل الشكر. مثلاً الحكومة أنها قدمت أمامكم إعلان للسياسة العامة، وهذا مثابة الخطوط العريضة لهذه السياسة اللي ينتهجها اللي منطلقة لمرجعيتها هو تعهدات فخامة رئيس الجمهورية على أساسها تم انتخاب، وعنها ما يتقابع على حد هي وان بلان داكسيون، هي خطة عمل هي اللي توضح الجزئيات وتوضح التكاليف وتوضح الآجال وتوضح جميع اللي لا يقام به بالتفصيل، وهذا ما هو الهدف. لكن تعرف عنا عندنا ميعاد إن شاء الله بنفس الدورة القادمة، الدورة العادية لا يتقدم في نهاية السنة حصيلة العمل والآفاق للسنة المقبلة، لذلك تعد مفصلة جدا هاي السياسة العامة لخمس سنوات، ولو نحن حاولنا أن نفصلها أكثر من المعتاد من خارج الصورة اللي معتاد أصلا تعد ما هو مفصل، فصلناها ظهر يعني جابتك اللي مطلوب. ولذلك حد سمع مداخلات النواب سادة وسيدات النواب يعرف عن فهموها وذمنوه ولهم الشكر أيضا. اللي بعد قاعد قلته من الملاحظات والشقارة احنا رانا صنفين حايزين واللي منه كامل مقتنعين به قلنا عنه صالح إن شاء الله ندورونا نضيفوه اللي قاعد. وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذا البرنامج الطموح الذي يلبي تطلعات الشعب الموريتاني على أرض الواقع، موضحا أن الملاحظات والاستشكالات التي تقدم بها السادة النواب ستتم إضافتها وأخذها بعين الاعتبار. وبخصوص توقعاته حول ما بعد التنفيذ فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتهميش والغبن، بيّن الوزير الأول
أن هذا البرنامج سيعطي نتائج غير مسبوقة في البلد، حيث سيتم إنشاء وكالة جامعة لجميع المتدخلين في هذا المجال من برامج كبرامج الشيلة والتضامن وأمل وغيرها. وقال إن الحكومة تدرك كل الإدراك الأمل الكبير لدى المواطنين واستبشارهم بعهدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، الأمر الذي جعلها تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل بمثابرة وجدية لتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل مدروس وسريع من أجل إعطاء النتائج المرجوة. وفي حديثه عن السياسة المالية ومحاربة الفساد والرشوة، قال الوزير الأول إن الهدف من الأذونات التي تقوم بها الخزينة العامة هو تنظيم السيولة، وأن الخزينة تقوم بهذا الإجراء منذ العام 1992، وأن ما تم أخذه مؤخرا من مؤسسات التمويل قليل جدا مقارنة مع ما كان في السابق. وأكد الوزير الأول على ما تحظى به الوحدة الوطنية من اهتمام بالغ من لدى رئيس الجمهورية، حيث ركز برنامجه الانتخابي الذي تقدم به على العدالة وتوفير ظروف العيش الكريم وتوفير الصحة والتعليم والبنى التحتية والاحترام والشعور بالانتماء الوطن. وفي موضوع النظافة المستديمة، بيّن الوزير الأول أن نظافة مدينة نواكشوط سيتم بشكل نهائي وفعال، كما أن السلامة الطرقية نالت حيزا من اهتمامات الحكومة نظرا لأهميتها، مشيرا إلى اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب حول الحد من حوادث السير. وختاما لهذه الجلسة، طالب الوزير الأول السادة النواب بالدعم والمصادقة على برنامج عمل الحكومة وبمواكبتهم له لتزدهر موريتانيا وتحقق السعادة لكل فرد من أفرادها. هذا وقد نقلنا لكم أولا بأول بشكل سابق وقائع هذه الجلسة على القناة البرلمانية المتخصصة. في سياق متصل، عبر بعض المواطنين ممن التقتهم كاميرا الموريتانية في العاصمة عن طموحاتهم وآمالهم بخصوص البرنامج الحكومي الذي نال ثقة الجمعية الوطنية. وثمن المواطنون المحاور التي تضمنها هذا البرنامج، مؤكدين ضرورة أن ينعكس بشكل إيجابي على الحياة المعيشية المواطنين. نتكلموا لا عن قضية هذه المباراة، نعرف عن الرشيش حد رشي زين، نظف هذه المقاطعة، المهم شيء قال بيك نظافة تنظيف زين يا غير ما اللي فات نظفوه، يالتم يطرحوا له مراقبة، يطرحوا مراقبة كالناس ما تطرح مباراة في بلاصة ما تطرح فيها، يطرحوا له سيوات والله مباين دربوهات، يتم الناس تدير فيها مباراة، يتم إياك لين إياك ما يمتلي الشارع مباراة، وحد كامل مواطن كامل كب في بلاصة ما تنكب فيها مباراة تنطرح لي قرامة. هذه الحكومة متوقعين رئيس الجمهورية، هم سمعت أن هذا المدن قال متقاعدين، واحد منهم يعطيه تشر تمتد له هذه الفوقية. أول حكومة في موريتانيا عندها كفاءات وعندها شهادات عالية تشكل، ما قد حد يطعن فيها من جهة سوى شيء. نتوقع منها ياس المساد، أولا عندنا هات نقاط جوية نتكلم عنها حساسة هي إثبتنا عليها الدولة، الذين قالوا الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية. الصحة مدهورة، معروفة قد الخارج، معروفة دول مزورة، مشاكل الأطباء هون كلهم عنده عيادة الراس وهو ماشي فيها مهم ياسر مشاكل، خلاها الرئيس السابق قائمة ذكية عاضقة. ذلك قالوا التعليم كذلك، هون المدارس الحرة هون مثلا ياسر مشاكل مواطن كامل يعرف. ذلك قالوا العدالة الاجتماعية نحن فاصلين فيها، كافي المواطن عود يشعر أنه ما يظلم حد ولا يقدر يظلم حد. فهم هاي النقاط الثلاثة حساسة وهي لا بد أن منها، ونطالب من الحكومة ما يشكوا فيها، ونعرف أنها مقتدرة، ونعرف أنها ما شاء الله ما عندها أي مشكلة فيها، طامعنا لا هم لانوا فيها أنها المسائل الثلاثة تركهم. وهنا قضية قال قضية الأسعى، المواطن الموريتاني يعيش أزمات يومية، ذلك قالوا الأسعى مخلن بينهم على التجار، 70% من الموريتاني عايشين تحت خط الفقر. هذه الحكومة نطالب منها لا تشغيل الشباب ما يعود كيف كان، والحرية المواطن في وطنه هو الأساس. فيما يخص برنامج اللي تقدم به معالي الوزير الأول أمام البرلمان، هذا برنامج نحن نقيمه ونذمنه كالبرامج كاملة اللي سابقة، يقارن اختار نأكدوا رؤوسنا أولا ونأكدوا للحكومة على أن أول مهلا مبادرة لي تؤدى ولا أول نشاط لي يؤدى لابد من ينقبوا الشباب، بيلي الشباب هو الركيزة الأساسية للبلد، والشباب هو النواة الحية في البلد، والشباب كل اللي ينقال على أنه أباء الغد، وأباء الغد حد ما طرح لهم البال للأسف شديد التنمية لا يتملى ناقصة. مهلا مولي نتكلم عن قضية التعليم، قضية التعليم بيلي العلم لابد منه، شت العلم ويقولوا أنه حتمين أو لا يكون،
مدى ما تعلمت بلا تعليم ما تقد التنمية تخلق، والتنمية لا بد لها من 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 العلم التعليم، ولا بد لها أيضا من الأمن، مفهوم حافوا للأمن وكذلك حافوا للسلم للبلد، وكذلك أيضا نحاول يكان نتمون عدو مشاورات ما بين الحكومة والشباب وما بين الرئاسة أيضا والشباب من جهة ثانية. أن هذه الحكومة إن شاء الله أنا جميع المشاكل المطروحة عنها تجبرها حلول إن شاء الله مناسبة إن شاء الله. مشاكل كيف بطالة الشباب، على كل حال باقتصار بطالة الشباب من هو منها التسول اللي موجود هنا تياها لحكم عادة الناس متسولين عدو قارع موريتانيا. اختير الرئيس من ذا المنبر لهم ذي قالوا الأسعار هي يعمل على أساسها به للمواطن القوي والضعيف اللي يلامسه حق ذي قالوا الأسعار، والأسعار تدخل فيها أسندي وتدخل فيها صنلك ويدخل فيها الصحة ويدخل فيها تعليم، معناها أن التعليم نختاره عود جمهوري مدرسة واحدة، والطب يعود بريفة ما هي فيه لا طب طب دولة الشعب كامل، وعاقب ذاك مولي الأدوية تعود مراقبة إياك ما هي مزورة. ثم بعد ذلك ذي قالوا المعارضة 48 ولا هي مع الرئيس، وبالتالي دائما يا الله تعود من كل شهرين والله لا تنقبض رأيها، شماسي هي شماسي عندها حركة الدولة، شماسي عود المواطن مولي يوكو فعال، المواطن ما يدور اي شيء سوى شنو ما هو العيش الكريم في وطنه. هذا اللي قالوا الشباب يلا ينعمل على اساسه، احنا الوظيفه العموميه كامله ما فيها 200,000 ولا فيها 300,000، وبالتالي احنا 4 ملايين يلا الدوله تعمل على شنو قالوا. ذا اللي قالوا البطاله تحاول على انها تمحيه، بين اللي احنا دوله مستهلكه ما انا منتجه، وبالتالي على الاقل بعد انت مباطاه لا هذا به لهذا الشباب اللي ما انت من وحده في شيء ربما يسرب شر مسائل اخرى ما هي سليمه كيف الارهاب وكيف ما اشبه ذلك والجريمه العابره للقارات. وبالتالي اي انسان اي مواطن يا الله عود الرئيس والوزير وكل المواطن الضعيف يعرف انهم كلهم عليه خدمه على الوطن له. ارجو والاساس هو بناء الامن والاستقرار للشعب الموريتاني والرخاء والازدهار، وان نرى هذا الوطن يعيش في رخاء. نحن نامل ان يكون هذا البرنامج هو برنامج لكل الموريتانيين، وهنا نذكر بأن لا يمكن قيام هذا البرنامج إلا من خلال تعاون جميع الموريتانيين، يعني ليس بالحكومة فقط وإنما على المواطنين جميعا أن نتعاون فيما بيننا لكي نسهر على تطور وارتقاء وتغيير هذا الوطن. يعني هو البرنامج لا يقوم على الحكومة فقط وإنما على المواطنين ككل. من أنباء الغيث في هذه النشرة، سجلت مصالح الرصد الجوي خلال 24 ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي. تواصل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ حصرا وتحديد الأماكن التي تضررت بفعل الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال موسم الخريف الجاري، وتعمل اللجنة على إصلاح ما تضرر من المحاور الطرقية وشبكات المياه والكهرباء وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. نبدأ نشرة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ لهذا اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019 من ولاية الحوض الشرقي، وتحديدا مقاطعة باسكنو، حيث انطلقت الأشغال لزيادة طول الحاجز الواقي لمدينة باسكنو، وبدأت المياه تتراجع عن بعض أحياء المدينة. وفي ولاية غرغل وتحديدا مقاطعة مبود، تم سقوط بعض الأعمدة الكهربائية بمدينة مبود بسبب شدة الرياح، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المركز الصحي للمدينة. وفي ولاية البراكنة غمرت مياه النهر بعض المزارع المستصلحة من طرف شركة صنادير على مستوى قرية روفي أودي الواقعة على بعد 40 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة باي،
على ضفة النهر، وقد تم إيفاد بعثة إلى عين المكان لتقييم الوضعية. ودائما في مقاطعة باي تسبب الحاجز الواقع لقريتي خير الله وداولا في حبس المياه عن المزارع المستصلحة لهاتين القريتين، وقد وصلت بعثة إلى عين المكان لدراسة الوضعية بغية إيجاد الحلول المناسبة. وفي قديماغا وتحديدا مقاطعة سيد بابي وصلت إلى عاصمة المقاطعة بعثتان من وزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي ومؤسسة إسكان في إطار تهيئة مناطق الإيواء للأسر التي انهارت منازلها بسبب الأمطار. وإلى مركز التاشوط الإداري بنفس المقاطعة وصلت بعثة من وزارة المياه والصرف الصحي تحديدا إلى مدينة قري لإصلاح محطة التصفية التي تزود مدينة سيد بابي بالمياه الصالحة للشرب، وستشرف هذه البعثة أيضا على إصلاح شبكة مياه التاشوط التابعة لمقاطعة سيد بابي شمالا. وفي ولاية إنشيري بالتحديد اكتملت عملية إحصاء المتضررين في مدينة كجوجت، كما اكتملت إجراءات تحويل مركز الاستطباب بالمدينة إلى مباني مدرسة تكوين المعلمين، وينتظر اليوم تزويده بالمولد الكهربائي اللازم لتمكين إجراء العمليات. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بكم إلى ولاية الحوض الغربي ضمن نافذتنا المخصصة لطرح المشاكل التي يعاني منها المواطنون في مختلف القطاعات الحيوية، ولكن بعد الفاصل. بكم مجددا. رصدت كاميرا الموريتانية أهم التحديات التنموية والمشاكل اليومية التي تعانيها ساكنة الحوض الغربي، نتابع. قطعا الناس تعاني مازالت من قلت التراب، فيها تظلمات، قدر من الناس اللي نعرفه حالا مباشرة هو مازال حالا تحت، ما في القعرة تراب إلى الآن حالا. أنا اللي نتكلم لك من ضمنها، قالوا لي إنهم تظلمات إنهم مازالوا الإعمار لا يجوا يخلطوا لك ويخرصوه وعقبهم شاو ولا جاوا قاع ولا خرصوا حد. سمعت الناس اللي رات التراب الفوق مشكلتها مازالت مشكلة الماء، قضية الماء. الماء ما هو ما هو متوفر شارب اللي على الشاريتات وذيك الحالات باطل ذكية. اسمع. وتو الناس اللي كانوا مازالت في الدشرة تحت، مازالت فيهم اللي موجودة شارب اللي على مالي صهاريش وذاك الحالة الذكية. كنا في الشديدة تحت وانتكبنا وطلعنا جاي، وعقبه طلعت المرصة هون الخلق لا ينع طالب بليد. عاد الليل منها عنده بوتيك يبني، اللي منها ما عنده يظل يصاور. اول شيء نعاني منه شيء قال بعد قاعد تخطئ، انا فكرتين قال بقيدي ولا يقدر حد ما عنده هليكوبتر ما يقدر يوصلها، ما هي مخطط كل شيء. كارت ثاني تخطيط عاد مين الولايه عاد ماشي قال بالتخطيط. هذا بعد من اول شيء نقول له ما كانوا قطوا عدلت الخطه لا يعدلوا لا ماني عليك لا فايتني ما سمعت لا ينقالوا خلاص لا الرد اكثر قائلها داخل التخطيط قال نخلي ما هدخل. وقضيه الموضوع اللي تكلمت عنها هذه الولاية رمضان فات على الجهة قلاص مشار دولة وجهة مشار العوينات وجهة من البيدات والماء مقطوع والعمل ما تخالكم بالضوء والماء، الماء مقطوع ما هو خالق والضوء مقطوع ما هو خالق. هاو المسائل الولاية لا يجحدوها عنك تعاني منهم ولا قالوا لك تعاني منهم. اللي جبر كامل يقول عن الولاية هون متضرر حيوانه وانطر هون ونبقوا أسواقي وعدلوا في الحدادة في القوارب يجبروا هم الشيوخ يجبروا احنا تم الناس يجي يشتري من عندهم. وهذا بعد هو اهم اللي عند يا خالي حش عند مولانا يدور يعطيه لنا مولانا. والله هي الولايه اللي تعاني من 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 قله كره. احنا هذا قطعنا الصيف السنه فرمضان هون تعبنا ياسر من التعب. مره قطعنا مكيف لا يبرد علينا ولا مره وشبوك اللي ما في الشدارات نخسر فيهم كامل. وبالنسبه لخاصه نحن سكان اهل المطار خاصنا طالي مولي في الحقيقه نبغوا يعدلنا. قد النظر عن المو الكهرباء اللي غايب عن تعطيلهم قضية أن التعليم فينا ما هو خالي مهمول تمام لهما، نظرا لأننا نشبروا المدارس اللي موظفين فيهم عدة قراية وهم قاع ما يعرفوا المنطقة اللي هم فيها، نشبروا مدرسة متكاملة فيها مدير ومعلم ويعود إلينا صك وعيطون قال لنا هذه لما تقبلوه لهم لهم نسحبوه عنكم نهائيا. أما رسمات ونتيجة لأن سنة رأيك عندنا واخذوا تلاميذ من التعليم النظامي ونقضوا لهم المعاهد اللي خلصوا احنا وليهم الفضل وكارين مولاهم سنة للشهر 100,000 من أجل كان قدونا يقضوا باطل القرآن به اللي التعليم النظامي عاد بالنسبة لنا مفقود حد ما هو في الولاية جابر المدارس الحرة ما هو أبناءه خاسرين وعادوا مهملين. هذا ما رسمات هذا من المسائل اللي عانون. قضية الأسعار ما هي موجودة، احنا هون عندنا ثروة الحيوانية مطروحة لهون تسعير خيالية كانت اللي فيها هي يعني يبدأ والله تطرح مشاكله
تعود ينقبض تسعير معقولة ما تعامل مع المواطنين في صيغة قدو يعيشوا فيه. محتاجين للماء هذا، احنا هذا حي قالوا الطايف هو والماء ما نش ما هو خالي، ولا نشرو مبلكة بل تلاف وقية ولا نجابلين التسهيلة، والحال صعيب والأسعار متان، الحال متكهرب كامل علينا، ونختاروا على كل حال إذا عاد حكومتنا هاي الجديدة لا يضطرين ناش نختاروا يعود حق ما اللي ما هو ذلك لا. نعانى من الأسعار بعد قاع أولا، الأسعار أولا اللي احنا ثروتنا حيوانية وأسعار اللحم فينا غالية، وتنعان من قلة الزراعة فينا هاك بيسمع، وتنعان من قلة العمل الموجود بلي هون مشاريع، وعدلوا فينا مشاريع الحجرة ندار عليهم واحدين اخرين وعادوا اهل الحجرة اللي دقدقوها ما يخلصوا يخلصوا ذوك اللي ما 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 ما, ما يدقدقوا الحجرة. ولاية العيون خالة تعاني من قضية الصحة، فاصلين في تطوير الصحة في مدينة العيون، مثلا قال الأخ قضية المياه والكهرباء، البنى التحتية مولي كذلك، البنى التحتية شبه مفقودة في الولاية عموما، والتخطيط كذلك مولي مطالبين بقضية التخطيط في الولاية، هو بعدهم القضايا الأساسية. وللرد على هذه الاستشكالات ننتقل بكم إلى مدينة العيون، حيث يستضيف موفدنا إلى الحوض الغربي الزميل سعد الحبيب والي الولاية. مساء الخير زميل سعيد. مساء الأنوار زميل الكريم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الإطلالة التي تأتيكم الليلة من مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، هذه الولاية التي تزدهي هذا الموسم بموسم خريف جيد، وتصنع لوحة من اللوحات التي طالما كانت أخاذة عندما تقترن الحجارة بالخضرة بالماء في مدينة العيون لتكون بحق عروس الشرق الموريتاني. في البداية أرحب باسمكم بوالي ولاية الحوض الغربي السيد جلو عمر أمدو الذي نستضيفه معنا في هذه النافذة للرد على استشكالات واهتمامات المواطنين. استمعتم إلى عينات من الآراء التي قدمها المواطنون ومن المطالب الملحة التي عرضوها أيضا، ومن ضمن ذلك أيضا مشكلة الطينطان التي تحدث عنها بعضهم. ولكي قبل أن نبدأ في هذه المشاكل دعونا أولا نتفائل بهذا الموسم الخريف وتعطونا فكرة عن كمية التساقطات المطرية على مستوى الولاية، وإذا ما كانت هنالك بعض الأضرار الناتجة عن سيول هناك أو تهدم طرق هنا وهناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر قناة الموريتانية على الاستضافة في إطار برنامج هموم المواطنين. واستمعنا إلى هذه القضايا المطروحة من طرف المواطنين. أولا فصل الخريف الجاري فصل يمكن أن نقول أنه فصل جيد الحمد لله، وتساقطت كميات معتبرة من الأمطار، وتم تجاوز المعدل الطبيعي على مستوى كافة البلديات في الولاية الحمد لله، وإذا عن الغطاء النباتي كما تشهدون وراءنا أنه تبارك الله في أحسن حالة، والمزارعين بدأوا الحملة الزراعية، وتم تقديم البذور والمساعدات اللازمة لإنجاح الحملة. نعم. ولم تكن هناك خسائر ولا؟ نعم هناك خسائر، غير خسائر تبارك الله ما هي جسيمة، نعم. محدودة. في طينطان مثلا تم تسجيل مؤخرا بعد مرور عواصف رملية قوية تم تسجيل بعض الأضرار على مستوى بلديتي دفعة وقرقع، إذا ما يناهز 148 أعرشة تم سقوطها، وإذا على كل هل اتخذت إجراءات لمساعدة الأهالي في مثل هذه المحنة؟ حتى الآن لا، ولكن الحكومة في صدد إعداد برنامج لمساعدة هؤلاء المتضررين، وتم إبلاغ السلطات المختصة بهذا الوضع.
كما أن مؤخرا في بلدية في بلدة بويزية جغديدي التابعة لبلدية جوجي زمال في مقاطعة كوبوني تم تسجيل بعض الأضرار على مستوى الحيوانات كالمشرايا الصغيرة وعلى مستوى شيء من المباني، ولكن أملنا أنه كبير أن إن شاء الله ستكون هناك سيكون هناك تدخل طيب سريع. طيب سكان طنطان التقينا عينات منهم تحدثوا عن مشكلة تتعلق بعدم تقبل أن هنالك مدينة جديدة في طنطان، يقولون إنهم ما زالوا يفضلون المدينة التي سبقها وأن تعرضت للفيضانات على هذه المدينة الجديدة، نظرا لأن المدينة الجديدة لا تتوفر فيها يعني الخدمات الأساسية، ولأن التخطيط الذي كان قد شرع فيه لم يكتمل، وأنه كان يتم بطريقة فيها نوع من الزبونية وفيها نوع من يعني القرابة والوساطة وأشياء كهذه، وسائل يعني يعتبرون أننا يجب أن نرتقي عنها. لا أشاطر هذه المواطنين على هذا الطرح، لأن الدولة عازمة على أن تعدل البرنامج لبناء المدينة الجديدة، وبوصف رئيس اللجنة الجهوية المشرفة على هذا البرنامج دائما اللجنة تجتمع مع المدير العام المكلف بالمؤسسة المباشرة للعمل. على كل دولة بدأت بإنشاء المؤسسة مثلا الإنشاءات العمومية الضرورية، ثم بعد ذلك كالماء والكهرباء وحفر الآبار الارتوازية. إذن العمل جاري على قدم الوثاق حاليا في المدينة الجديدة، وهذا هو الضروري، لأن بداء من توفير الظروف المعيشية اللازمة هي الخطوة الأولى. ولكن هل ترون أنه ربما يسير ببطء شيئا ما؟ نعم يسير ببطء، لأن هناك بعد الأمور الأحداث كما تعلمون في وقت حتى وقت الخريف تساقطات الأمطار يتعذر في بعض الأحيان مواصلة وتيرة العمل في الميدان، ولكن حاليا تم إنشاء قدر من المنشآت الحمد لله، والعمل متواصل طيب نتمنى أن دائما تنتهز الجهات المعنية الفرصة في أوقات لا توجد فيها مواسم الخريف كهذه لإتمام العمل. لننتقل إلى الهموم الأخرى والتي يعني تتقاطع فيها تقريبا العيون مع طنطان، وهي قضية الماء، قضية الكهرباء. ناس يشكون من عدم توفر هذه الخدمة بسلاسة وبسهولة. نعم، قضية الماء والكهرباء على كل قضية مطروحة، ولكن هذا الموسم بعد الوقت اللي تبارك الله نحن نكلمه فيه الحمد لله مدينة العيون على كل في أحسن الحال من قد الكهرباء ومن قد الماء، لأن تم تزويد المدينة بمولد كهربائي جديد وهو كان متعطل في أيام الماضية ولكن تم إصلاحه، وهناك مولد يشتغل بطاقة شمسية وهو كذلك يشتغل. على كل المشاكل حدتها تقلصت. كان في الصيف كان هناك مشاكل مطروحة، ولكن الآن أولا المدينة سكانها عترتها في البادية، قاسوا البادية، إذن ضغط على الماء والكهرباء على كل تم خف، وبالتالي هذه الأمور تم على كل التقليص منها. مشكلة الماء هل هي مشكلة يعني طويلة الأمد؟ هل هناك حلول قريبة؟ حسب ما بلغني من بعض المواطنين أن الناس هون تعتمد أساسا على العربات شريتات، وأنه حتى أحيانا واحدين قالوا عنهم شافوا شريتات داخلين أداركم توما السيد الوالي يصبوا الماء. نعم، أحيانا يخلق لي في إطار تعطل المولدات الكهربائية يخلق توقف في الماء تزويد المدينة بالماء، لأن المصلحتين مرتبطتين، وفي هذه الحالات قطعا عنه يخلق صعوبات في تزويد. ولكن مشكلة الماء دولة تبنت فيها برنامج صريح وواضح، أن مدينة العيون المياه الجوفية فيها ندرة
أنها نادرة. اليوم تتوفر المدينة على 11 بير أرتوازية، والثاني والبير الثاني 10 في أم كرية، ولكن هذه الآبار توفر يوميا 72 متر مكعب، أي 1728 متر مكعب يوميا، وهذا يجسد فقط 55% من حاجيات السكان. الآن طبعا المدينة عليها ضيوف أخرين لأنها مدينة سياحية، تقريبا تشهد إقبال من المواطنين في الداخل. نعم. ربما هذا يزيد من أعباء. نعم، هذا يزيد من أعباء، ولا دفع لذلك النزوح اللي خلق في الآونة الأخيرة من البوادي إلى المدينة للسكان، وزاد ضغط على المدينة فعلا. وهناك مؤسسات الجامعات الإسلامية، نعم، ومدرسة تكوين معلمين، نعم، مؤسسات تعليمية، في وقت اللي فيه مثلا سنة دراسية يعود هناك ضغط على المدينة. على ذكر التعليم، مال المواطنين شكاوا من مستويات أنها للأسف متدنية، تقعد قاعدة مشكلة على كل حال عامة، ولكن هم قالوا عنهم حتى عنهم تلاميذهم، يعني طلبة والله تلاميذ الصغار يجوا لهم يقولوا لهم قرونا، قالنا المعلم عنكم تقرونا، بمعنى أن المعلمين قاع هم قالوا عن بعض، للأسف بعض المدرسين ما عندهم المستوى اللي قد يراجع فيه لها، وبالتالي هي مشكلة أساسية عندهم طرحها. فعلا هو تعليم كما تعلمون عنده مشاكل، وهذا هو اللي قطعا عنه الدولة واعية هذه المشاكل، وفي إطار في قيد إعداد برامج إصلاحية كما تعلمون، ولكن المواطنين يعود هناك مبالغة مشي من أمور، ولكن تعليم خالي وسنة دراسية مشات في ظروف جيدة وعلى كل، ولكن هناك نواقص، وهذه النواقص تحتاج إلى الإصلاح، وهو اللي مبارك معه حاليا في البرامج المستقبلية. رجوعا إلى الماء، أود أن أشير إلى أن هناك برنامج للحل النهائي لهذه القضية، وهو ربط مدينة العيون بظهر، بمدينة ظهر، وإلى وفاتها إن شاء الله، وفاتها أكتوبر القادم، شركات المكلفة بالحفريات ستقدم في الولاية وبين الحوض الشرقي والحوض الغربي لإعداد هذا البرنامج إن شاء الله. وذاك البرنامج هو اللي لا ينهي نهائيا مشكلة الماء في العيون. وبالنسبة للناس اللي عندها مشاكل التخطيط والتراب زادي اللي طرحت بعض المشاكل، فعلا المدينة ما هي مخططة إلى عدم تخطيط قديم، وهناك أحياء جديدة، أحياء عشوائية كما الحال في جميع مدن موريتانيا ناتج عن النزوح اللي أشرت إليه آنفا، ولكن دولة تعتزم إعداد مخطط عمراني حديث على مستوى جميع الولايات، جميع عواصم الولايات والعيون إن شاء الله، ولا يتعود إلا في ذاك الإطار إن شاء الله ستستفيد من هذه البرامج. السيد جلو عمر أمدو والي ولاية الحوض الغربي، شكرا جزيلا لكم على هذه الردود. شكرا جزيلا لكم مرتين. كما أتوجه بالشكر الجزيل إليكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الإطلالة من مدينة العيون إلى مدينة أخرى في ليلة أخرى في حلقة أخرى. لكم تحياتي سعيد الحبيب وفريق البرنامج، إلى اللقاء. شكرا للزميل سعيد الحبيب ولضيفك الكريم ولطاقم الموريتانية المتواجد حاليا في مدينة العيون. شكرا لكم جزيلا من مدينة العيون ومن ولاية العيون، من ولاية الحوض الغربي إلى ولاية إنشري، حيث بدأ مركز الاستطباب الجهوي في مدينة جوجة يستعيد نشاطه بعد السيول القوية التي تضرر منها بشكل كبير، وطلب السكان هناك بضرورة حماية المدينة ومنشآتها الحيوية وأحيائها السكنية من آثار الأمطار والسيول التي تهدد المدينة في كل موسم خريف. مركز الاستطباب الجهوي بمدينة أكجوجت تأثر بشكل كبير من السيول الأخيرة التي عرفتها المدينة، حيث تضررت عديد القاعات بالمركز وعبثت مياه السيول باللقاحات الموجودة في المركز والاحتياط الذي يتوفر عليه من مادة الدم، وهي وضعية جعل سكان المدينة يطالبون بالتفكير الجدي بعدم تكرار هذا النوع من الحالات في المستقبل. المستشفى يعوم في المياه،
اللي ربما تعود ملوثه، والطاقم اللي كان في المستشفى يعني طاردته المياه الين بعد عادي بعد خارج المستشفى، وهذا مؤسف. المستشفى يلا عقب بين معدل الاحتياط ياك اذا شاشات السحاب تعودهم طريقه تسلك الادويه وتسلك هم اللي ممتلكات. الطب عنده مشكله واحده، عنده يلا يداله رب ست بين مع البطحه والله يمثل له حيط عادي، ومسكيته جايين من ريقارات بين اصلين عندهم قاع مساحه يخلوا عنهم، عندهم مساحه نابيه لفوق من الطب يديروا شورها يالتهم اذا عادهم هو عاد بشي. طب اللي يبدا دارك مهجور وحق الشهر مدرسه تكوين المعلمين. الطب ماله ما يعود قبيل مبني بنايه الى جلمة يعود حق الشهر اخرى، يعود عنده طابق يسلك من الماء. هذا يا خبير درسه تعدل حالته. نقل ما تم انقاذه من معدات واجهزه وادويه الى مدرسه تكوين المعلمين بالمدينه، كما جهزت غرف احتياطيه هناك، بينما تمت اعاده العمل بشكل عادي في مركز الاستطباب في المدينه. السيوله اللي خلقت جات الدور تقريبا ثانيه في الليل، فاجئت الطاقم اللي في المداومه اللي يدخل عليهم الطب الحق قد ركابيهم، وقدوا بعضهم ياخذوا سلك روحهم واللي ياخذوا المرضابهم اللي كانوا في بيت حاجة عايده مرتفع شوي عن باطيه تبعت الملاك الاخرى، واخذوا بعض المرضى الحمد لله وداروا قدامه وامنوا وتوفوا متان السيوله لين كاد انه عاد فوق سره، وتوفوا بذيك الوضعيه معناتها قاعدين يدخلوا به اللي فيه كورونا وخايفين بعد قاعد يخلقوا معناتها يقولوا فيه اموات، وتم ينتظروا لين عاد تقريبا الساتة مع الصباح، واللي انفتح السد اللي كان ورد الشراء اللي كان رد عليه الماء، وتو الامنين انفتح خاض الماء كامل مص الماء عن الطبيعي، غير ذاك الماء اتفق معها ياسر من الطين اللي دخل في جميع القرف كاملة، وتوه وخسر الاجهزة خاصة الاجهزة اللي حساسة اجهزة المخبر والرجو وملي ومقازين الدواء دخل فيها لين ياسر من الدواء فسد معناتها صالح للاستعمال. اجراءات اللي اتخذنا جاو السلطات ودونك ولاحظوا الوضعيات وبين واخذوا اللي من الدواء صالح دونك نمنوا واللي راه يطرا فيه دونك ورايا، واللي اللي سلك من الاجهزه الاخرى اللي حساسه دونك ملي في بلاد الله دونك مغازين الله هي ورانا هنا تياهي، وجهزنا هنا تياهي اهلت قراف لعله يطرا حال اخر نعود نقدو نديرو فيه المرضى. ذاك المرضى خلينا باللي عندنا بيت الحجز فوق سلك، وملي يعطي هنا شيء ما مناسب عنه يجي فيه المرضى البيت ضيق، خلينا المرضى اللي هي شرب الحجز وتو معاهم طاقم طبي. مطالب عديدة جاءت على ألسن السكان والقائمين على هذا المركز تدعو إلى مد هذا المستشفى بالآليات والأجهزة الضرورية للقيام بدوره كمنشأة صحية حيوية، وفي ملتقى طرق بين العاصمة نواكشوط وولاياتنا الشمالية. لقناة الموريتانية محمد البلال من المستشفى الجهوي بأكجوجت. شكرا للزميل محمد والبلال. نظم المشاركون شغال في الشغالي وارشدة الشفافية والحكمة في الصيد وتسريع أسماك السطح الصغيرة في موريتانيا مؤتمرا صحفيا للرد على مختلف الأسئلة والقضايا ذات الصلة بموضوع ورشة. وقد شكل المؤتمر فرصة لمنظمي الورشة من مختلف المنظمات المهنية للصيد من أجل التأكيد على أهمية حشد الجهود لتنمية الصيد التقليدي وحماية المصائد، منوهين بالتحولات التي عرفها قطاع الصيد في ظل الاستراتيجية الحالية 2015-2019 والتي ساهمت وفق تعبيرهم في إبراز أهمية الصيد السطحي وفي خلق فرص عمل مدرة للدخل. وتطرق منظمو الورشة في معرض ردودهم خلال المؤتمر على أسئلة الصحافة التي تناولت عدة قضايا تتعلق بالمصائد السطحية الصغيرة والنظرة المهنية للصيد التقليدي. في مجال الصيد دائما يعد سوق الأخطبوط بولبو في مدينة واذبو الشريان الاقتصادية والمالية للمنتجات السمكية المصدرة للخارج، حيث يمثل نسبة 81%. ويطرح العاملون فيه عدة تحديات حالية تتعلق بالتسويق والتصنيف وتدني أسعار المنتج محليا.
داخل محيط ميناء خليج الراحة المعروف محليا بميناء الصيد التقليدي في مدينة واديبو، يعرف سوق الأخطبوط بولب حيوية لا تتوقف في ظل العديد من التحديات والإكراهات. هذا السوق هنا تياه مؤثر به اللي عايشة فيه هنا تقريبا 70,000 الخلق والناس عايشة فيه كاملة، في واحدين يبيعوا محليا واحدين كثيرة الناس اللي تبيع في أوروبا وفي آسيا. إذن عنه مشكلته مشكلة مستعصية وطالبين من السلطات المعنية عنها تتعدل حل جذري لقضية التسويق الأخطبوط. الأخطبوط وضعيته هون مزرية للغاية، فهمت؟ البرد ما هو خالق والضوء ما هو خالق، سعاله ما هي نافعة والدمية خالية ونصها موقف. هنا لا عنده من الحل المولي، ما هو ضرائب الدولة تخفف معه شخر ثاني ما هو عنده. جيت نظري أنا أعلن 2017 والله 2018 لأن دخلت الدولة عنها ليتم تسوق الحوت، سمعت؟ وبذيك مناسبة فوت الحوت هون السنة هو طايح، سمعت؟ عاقب ذاك قال إن أعلن الحوت لأنه ما انباع وفتح البحر 2018 والحوت ذيك ساعة ما انباع، ولين انباع وهو الحوت سعره طايح. مطلوب من الدولة أن هذه المدينة قال إن واديبو هلها عايشين من ذا البحر وأن الحوت طايح يختاروا يعرفونهم أسبابه، الأسباب اللي يطيح بها الحوت لا هون والعالم ما هو طايح فيه. ويطرح الصيادون العاملون في المجال عدة مطالب تتعلق بتسويق المنتج وتصنيفه والحصول على السعر المناسب بالرغم من المضاربات. طالبي من هذين قالوا شبيكات الخضر، اسمع اتحرمهم، وذين قالوا بولب، وذين قالوا كالامان، اراهوالهم ماهس التراب بشكل يوضع. بلي انا اليوم نمشي بقيمه لا تقريبا 20,000 والله 3,000، نجيب تقريبا كيس والله 2 من كالامان والله نقول ما يمر وقع، سبحان الله العظيم نوع من التلاعب قاع، حتى ان الضوء قاع ما هو موجود، الضوء قاع حالا اللي نأمله فيه حوت ما هو موجود، مطلوب من هذا يتغير عنا قاع بصفه خاصه وتوب يا عدل يتقبض له الدوله حاله يقدي يسعر سعروا وتسعر الحوت، احنا ما نقدر نتم ونمشوا نزرقوا نباتوا على زارقين روسنا على الهرماج ونجيبوا حوتات ومنين نشوفهم المارا جابوا قابضهم حد ويلاعب بيهم رجل الاعمال يتلاعب بيهم ويقول انا ما أنا عندي ضوء ولا نقابهم، وهو مقعد وحدين يشروا له شوك ما هو مقزينات يشروا له هو من نفسه اللي ما بيلم منا احنا حوتنا، هذا ما هو صالح، هذا مسؤول عنه الدوله. يعاني من دنات التسعيره، اللجنه المديوره لتسويق الحوت عاجزه عن التسويق، هاي فوضاهم مطلوصه كلها عنده تسعيره تخص به، كل شركه عندها تسعيره تخص بها وكلها يسعر على حسب ذاك اللي راضي هو. اختير نقول للدوله انها يلا تحد من هاي القضيه، يلا توحد تسعير السمك، يلا توحد تسعيرته. ويحظى صيد الاخطبوط باهميه بالغه باعتباره يوفر التشغيل والعمله الصعبه، فضلا عن كونه يتصدر المنتجات السمكيه الوطنيه حيث يمثل نسبه 81% من الصادرات البحريه الوطنيه عبر الشركه الموريتانيه لتسويق الاسماك الى الاسواق الخارجيه. إلى ولاية قديمة غا، حيث بدأت مدينة سليبابي تتعافى تدريجيا بعد الآثار التي خلفتها السيول والفيضانات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع شهود غزة وإعادة تأهيل تقوم به السلطات وبعض المنظمات والهيئات الإنسانية. الملف التالي يرصد جوانب من تداعيات الكارثة والحلول التي تم اتخاذها لجبر الأضرار. طوفان شبكات التواصل الاجتماعي في نقل مباشر غير محترف سبق كلمات وسائل الإعلام التقليدية، فيديوهات وصور لهوات نقلت جزءا من صور ومشاهد خيمت على مدينة سيليبابي في ذلك اليوم الحزين. ودعت أمهات حي دبايه السعيد 3 من فتيان الحي، غادروا ديارهم في الصباح واعترضتهم السيول عند العودة في الظهيرة، سيول جرفت الطريق الرئيسي وأغرقت المدينة في الماء وفي الدموع. لا حواي الدور ادل اشر اللي جانا المرسول وانا ماني شكانو قالو ود قال قاس المقال لانه ود شكانو لي ود يقرق لاني اعطيت له الموت. يعني جاني ذاك الانسان وقال لي انه طاح وقعت في الديار وقام البكي عند العين واس قال امي اللي ما وشاو يشرب لما تقيس الطابوت انت لقيت معايا امراه وقالت لي شاشره جابر قلت الشاشه تعرفين وقالت لي امي فيهم طفيلك. كانت مصالح الرصد الجوي وصور الأقمار الاصطناعية قد حذرت غير ما مرة في ذلك الأسبوع من احتمالات هطول كميات معتبرة من الأمطار،
لكن حتى وإن كان تصديق مثل هذه المعطيات قائما، فماذا سينفع في مواجهة الكارثة إن حلت إذا كانت وسائل الدفاع والإسعافات محدودة؟ ما عمق المعاناة هو تهدم جسور وحواجز مائية وطرق إسفلتية لمجرد تجاوز التهاطلات سقف 100 ملمتر، فكيف إذا كانت الكميات المسجلة تجاوزت ضعف هذه الكمية 3 مرات؟ جانا جوفة تبارك الله اللانق عرق لنا اسمه بالماء، والناس عاد كلها خايف بيننا جهد مواطنه هون اللي أفشين قالوا الطين تراب وتراب ما قطعت قد تقابل الماء، وتبارك الله عاد اسمه من قرن مع تراب وعاد تراب واسمه الحمد لله مقرن بهم الماء، والماء ما حد شاقوه منه عاد قاع سيموه فلا شك الطين والشويات بالحال ومباراة الشباب بالحال. الأمطار عقدت عمليات المساعدة وفاقمت من معاناة أحياء عديدة في سيلي بابي، ومع ذلك تواصلت جهود الإغاثة وحطت طائرة تحمل وفدا رفيعا بقيادة وزير الداخلية بعد ساعات فقط من وقوع الفيضانات، وشرع الوفد في تقديم العزاء لذوي الضحايا والدعم والمساعدة للمتضررين. نبلغ لكم تحيات فخامة السيد الرئيس ومشاهد بعزة مستوى عالي مكونة من وزيرين، وزير الداخلية وزيرة الإسكان معهم من بعض من معاونين، وقبل أنهم يبدوا تقييم الأوضاع العامة على مستوى المنطقة هم، وكان لأننا سبقوا ذيك الأسر اللي كلها فقد حد، وقدموا لهم تعزيته الحارة والتضامن معاه كذا، لنا اللي ماس كل مواطن وخصوص الناس الضعاف لأنه ماس، وعندنا اللي نقول لا إنا لله وإنا إليه راجعون، وخارج عن هذا لأنه من هذا من اللي اختير يأكد من خلاله لأنه اهتمامه كبير ذاك اللي قدوا يتأثروا به المواطنين بصفة عامة، بالخصوص المواطنين اللي ضعاف، وأعطانا تعليمات إحنا كحكومة علينا نهتموا بالأوضاع كاملة، إحنا هون معاكم أنتم في دماغة غير متابعين الأوضاع في الحوض الشرقي وفي الحوض الغربي وفي العصابة، ولا خالق بليدة ما عنده في حوض الحلول، والدولة كاملة المؤسسات اللي عندها كلها غارك تهيئ لعل حتى الجيش بمناطق كاملة تهيئ على يطرح بمشكل. الحكومة عززت جهودها ببعثة أخرى طافت مقاطعات أخرى كولينجة وغابو في ذروة موسم التهاطلات المطرية. قامت السلطات العمومية بإعداد قافلة دور تعود سمعت أنها انطلقت يامس من نواكشوط محملة بالحاجيات الأساسية للمواطنين المحتاجين للمتضررين حالا من خيام وأفريشة ومواد غذائية وأغطية وما إلى ذلك، وفيها الحاجيات الضرورية إن شاء الله لإغاثة جميع المتضررين على مستوى ولاية قديماقة بشكل عام وخصوصا على مستوى مقاطعة أولينجا. مثل هذه الأزمات تحدث حالة من البلبلة والارتباك، ويؤدي ضعف أو عدم كفاءة لجان الإحصاء إلى التشكيك في شفافية العملية، بينما يركب البعض تلك الأمواج فيدعون أضرارا قد لا تكون دقيقة بالمرة. حينا متضرر ولا كتبت منه خيمة، وأنا هذا نتكلم معكم عندنا بواتي قف دقف وسو الله كشربه وقرقوا ما قلت منهم حبة، ولا فينا حد نكتب ولا فينا حد نعطاله شيء ولا فينا حد نسول، ونعرفوا أن الدولة إذا ما منها يقير محسينها بنا ما رينا شيء ولا معلوم بينا احنا السيري بابي، تأكد من احنا حي المطار الطفيل الصبت يطيح اهله مقطعين وماشين يدوروا مار ويدوروا دلوي، ما فينا بوتيك عزيز ولا فينا شيء ولا معلوم بينا ولا فينا ضوء ولا فينا الماء ولا معلوم بينا قاع ولا مقدرين ارواقش. وبحسب الاحصاءات شبه الرسميه فانه تم تسجيل 6 وفيات، 3 في سيلي بابي وحاله وفاه في مقاطعه وليانجا واثنتان في غابو، بينما تم تسجيل مئات المواطنين على قوائم الذين فقدوا منازلهم في وقت أدت السيول إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي بحسب الأهالي. هاي المقاطعة كاملة جلا ما بقات لها بقرة ولا بقات لها دار ولا بقى لها شيء سوى المقاطعة كاملة راحت واندرت.
الحكومة والجيش والمنظمات الأهلية والمتضامنون تحركوا في الوقت المناسب لجبر الأضرار ومواساة المنكوبين جراء الأمطار ضمن حلول لاحقة، لكن رفع درجة وكفاءة أجهزة الإنذار المبكر وتقوية دعامات الطرق والجسور واحترامها للمعايير المتعارف عليها ثم اعتماد مخطط عمراني لسيل بابي تعد خطوات ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث أو على الأقل للحد من تبعاتها. نهاية هذه النشرة للتذكير بعناوينها. الجمعية الوطنية تصدق على بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية. الموريتانية تستطلع آراء المواطنين حول برنامج الحكومة وترصد اهتمامات المواطن في الداخل. تابعتم في ملف النشرة جي دماغ تتعافى من أثر السيول. نشكر لكم طيب المتابعة. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. ختاما هذه تحية مني ومن الفريق الفني الذي واكبني في هذه النشرة. في أمان الله.